السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الوطنية، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي العام، الحوار بمن حضر. كلمة أطلقها رئيس الجمهورية في خطاب النعمة، وقد كان لهذه الكلمة تداعياتها في المشهد السياسي الوطني، حيث حركت حجرا في مياه الساحة السياسية الوطنية الآسنة وشغلت الرأي العام الوطني، خاصة فيما يتعلق بمدى التجاوب معها من طرف أطياف المعارضة السياسية الموريتانية حينها. بعد ذلك ظل الشارع الموريتاني يترقب كل جديد يتعلق بالحوار الوطني وبموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من هذا الحوار. بيانات عديدة صدرت بين الفينة والفينة، تارة من الأغلبية وتارة من المعارضة، تتحدث عن بطء في الحراك اتجاه الانطلاقة الفعلية لأعمال الحوار الوطني بين النظام الحاكم وبين المعارضة الموريتانية. في هذه الحلقة نحاول أن نخوض في هذه المجالات المتعلقة بجديد الساحة السياسية الوطنية وبموقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من الحوار الوطني المرتقب، خاصة بعد تصريحات الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي والمحمد رقضف، والتي ربما أكد فيها على أن الوقت بدأ يقترب باتجاه رفع الستار عن أولى جلسات الحوار الوطني، وأكد أيضا فيها بأن النظام يفتح الحضن لكل المشاركين في الحوار الوطني. في هذه الحلقة استضيف لكم نائب رئيس المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، رئيس المجلس الوطني لحزب المستقبل، الأستاذ ساموري والبي، الذي أرحب به بداية معي في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم أستاذ. إذن هي مستجدات عديدة طرأت على الساحة السياسية، خاصة بعد خطاب النعمة وتداعياتها التي شغلت الرأي العام الوطني حينها، خاصة فيما يتعلق بالحوار الوطني. رأينا الإطلالة الجديدة للوزير والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي محمد رقضف في المؤتمر الصحفي. ما الذي أضافه هذا المؤتمر وتصريحات الدكتور مولاي محمد رقضف في موقف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة من الحوار الوطني؟ شكرا جزيلا. أولا أشكر قناة الوطنية اللي تاحت هذه الفرصة لي والمنتدى من أجل التعبير عن بعض من القضايا اللي تهم جميع الموريتانيين اليوم، خاصة ما يسمى الحوار. طبعا كما قلت بداية كلامكم، خطاب الرئيس والكلمة الشهيرة حوار مع من حضر، هذه ظهر لأنها تكفي لأن يظهر أن النظام ما هو جاد في الحوار، والحوار اللي يعبر عنه والله اللي يبحث عنه ما هو ذاك الحوار المجدي ولا هو ذاك الحوار المرق موريتاني من المآزق اللي هي فيها، سواء مآزق سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أزمات حقوق الإنسان. وإحنا في الحقيقة نطوق لموريتانيا موحدة، موريتانيا مستقرة، موريتانيا حاضنة وجامعة لجميع طوائفها، جميع فاعلينها، جميع مرن مواطنينها حول ذاك اللي فيه الصالح العام للبلد اللي هو تنميته، استقراره، الرفاه. منين اللي يعود أي حوار اللي يتكلم عنه ما يتجه لهذه الأهداف ولا يصب في هذه المجاري اللي هي معناها أنه ما هو الحوار اللي احنا نبحثه عنه. احنا نعتبره عن موريتان عندها مشاكل كبيرة، ونعتبره أن هناك أزمات تمس من الوحدة الوطنية، ونعتبره أن حاجة احنا الموريتانيين أن نقدر نتفقوا على رواية تجمعنا ونمشوا فيها كاملين لأساس مرن إجماع وطني حول برنامج متفاهمين فيه، سواء لينقصوا انتخابات وسواء مولي لهن آلجوا الاختلالات اللي نعتبره أن اختلالات كبيرة مشات لها الدولة الموريتانية من نشأتها، وهذا يطلب أن نتحاوروا فيه كاملين. ما يخص هذا المؤتمر الصحفي اللي عدل الدكتور مولاي محمد أغلاف، نعتبره أنه مرن لا كيف ترقاش كان راقد
واستيقظته من نومه مهرن يهدرز في شي كان قطع قالوا به اللي ما جاب جديد في ذلك. احنا في المنتدى ما ندور حكومة ندخلوا فيها ولا ندور نتراسل السلطة مع ولي عبد العزيز بلي نعتبروا أنها حكومة فاشلة، نعتبروا أنها حكومة ما قدرت تسير شؤون البلد، نعتبروا أنهم اليوم يتخبطوا في الفساد الكبير اللي أصبح باين وكل نهار ظاهر لأن حكومة كلها مرن داخلة في ذاك الفساد اللي هو. إذا أن مدى عاجزة أن تسير شؤون البلد بشكل يؤود المواطن فيه يجبر ذا اللي يبحث عنه، ما خلق اليوم دولة والله رئيس دولة له يؤود يتمونك هو أنه يشوف مظهر قدام الرئاسة ناس أهل المظالم يوميا ويؤود هذا المظهر بالنسبة له زين عنده ويعكس مهرن واقع بالنسبة له ينم عن إيجابيات. هذا مظهر سيء وينم لأن في الحقيقة جميع الموريتانيين غير راضين، سواء ذوك التلاميذ اللي تخرجوا من مراكز تكوين وسواء ذوك اللي تخرجوا من مدارس أولياء وسواء ذوك الجامعيين اللي جاوا، هذا كله اليوم يعيط، وسواء القراية وسواء الطب وسواء. إذا احنا في الحقيقة ما نبقوا نقودوا الدولة عندها ذم الخيرات وإحنا ما فيها حد اليوم راضي بوضعيته، ما فيها حد سوى الموظفين عنده قاعد يسدد فاتورة الماء ولا فاتورة الكهرباء ولا فيها اللي قاعد حتى البنزين لسيارته يقوموا الشهر. إذا هذه قضايا كلها متراكمة تجعل من أن هناك ما يوحي أن هناك أزمة تطلب منا احنا ما ندورو شيء يأثر على مرن كيان ذا البلد ولا شيء يأثر على مسيرته التنموية، يا غير ندورو ذاك اللي في الحق قد يصلح للي شايفين عنه خاسر في ذا البلد اللي هو. إذا نقول محمد لقاه ما جاب جديد، احنا نعتبره على الدستور خط أحمر وذاك اللي فاتصرح به والعبد العزيز نسجله يا غير ملي مشاركين له القدام به اللي اي مرن مراجعه للدستور انتم ولا خايفين منها وخايفين من ذاك الملفوف واللي ما فات نعلن عنه. الحوار احنا هم اللي مطالبين به ومازلنا ندوروا يا غير ندوروا ذاك الحوار المجدي وذاك الحوار الشفاف وذاك الحوار اللي يقبض في الاعتبار جميع القضايا المطروحه اليوم للموريتانيين. جميل. منها الحقوقيين ومنها الوحدة الوطنية ومنها الانتخابات وكل هذا عنده أصحابه اللي يهتموا به ومهم عندهم. جميل. النظام وخاصة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور ملايين محمد رقضة في المؤتمر الصحفي تحدث عن جاهزية تامة من قبل النظام وظروف ملائمة لانطلاق الحوار الوطني، وقال بأن يعني بأنهم بذلوا جهدا كبيرا في الأغلبية وفي الموالاة معكم من أجل تقارب وجهات النظر ومن أجل دفعكم إلى المشاركة في الحوار الوطني، لكن كنتم عقبة كأداء في طريق الانطلاق الفعلي لهذا الحوار خاصة فيما يتعلق بمطالبكم التي قدمتموها في وثيقة الممهدات، كيف تردون على هذا؟ شوف هو ما قدموا شيء، هم اللي قدمنا كل شيء. يا غير هي مدة خايفة من تكتب ذا اللي مقدمة ومدة ما هي قاعدة بالحق تعلن عن ذا اللي قالت وذا اللي قال الطرف الآخر، معناها أنها هي نفسها ما هي جادة والشفافية ما اللي خايفة منها. احنا قلنا أن ذا اللي ندوره مكتوب وهذا ما زلنا صارين عليه. يا غير قاع ذا اللي يخوفهم هما من المكتوب شنو؟ ذيك الممهدات بالنسبة لنا ما زالت مطروحة ومطلوبة به اللي مشكلة الكبيرة هي مشكلة الثقة. مشكلة الثقة متحطمة بشكل كبير وبالتالي احنا نطالبوا ذاك الطرف اللي هو اللي يلا يسهم بإجراءات
قوية وتمكن من أنها تقنع طرف مرن الخائف من أن هناك جدية وهناك إرادة حقيقية. وهذه الإرادة إحنا ما عرفتنا رأيناها تمثلت في شيء سوى نبتو ما أداء مرن دور الحوار والحوار فاتوا عدلوا فيه ذاك العدل ومخرجاته شفنا أنها ما قد تقدم ولا قد مرن اللي هو حوار 2011 اللي هو ذاك اللي فات عدلوا عام الأول وهذا له طبعا أنه يعود كيفته به اللي يعود حوار أحادي ويعود مرن مسار أحادي. وهذا في الحقيقة منين يعود حد يصور أنه يقد يوصل موريتانيين للأهداف اللي مرن يشدوا له ما عرفوا أنه بالحق ما 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 ولا يوصل لها النتيجة. الحوار ما عرف أصحابه هناك فاعلين هم اللي عندهم صفة مرن الفاعلين اللي الله يحاور معهم والله يلا يتحاوروا ما بينهم. منين اللي يعود أي حوار اللي كيف ما شفنا وذا اللي مولي نتوقع ريك له يعود نوع من مرن جر طرف إلى ذا كامل الف مرن الشارع وود له ينقاس ينقاس بس يكونوا وينقال الحوار وكأن الموريتانيين يجد يلتعب على عقولهم وكأن الموريتانيين يعدل بهم نوع من مرن التلاعب. هذا هو اللي في الحقيقة ما هو محترم للشعب الموريتاني ولا يستحق الشعب الموريتاني لأي مرن نظام يسير شؤونه. احنا اللي ندوره ذاك الحوار اللي معروف مهرن عرف أصحابه وأصحابه مهرن عندهم مهرن صيفة اللي مهرن معروفة ومعهودة ومألوفة اللي يقودوا قدوا في حقها يجلسوا لطاولة الحوار وعلى قضايا مهرن مطروحة ومعروفة ولا هو مد كله يدار مهرن اللي وعد العام الأول هو أن مهرن توزيع الكعكة الوزراء يمشوا خزانة ما بقى فيها شيء أنا أطلعوا الوزراء يقسوا حملات في الداخل عنهم في الحوار وحدين هون ما يمثلوا روسهم إن تنعطى لهم الوتات وهذا هذا ممتلكات الدولة تنعطى. إحنا الحوار ما ندور حد يعطينا فيه شيء يغير ندور ونشدوا الأخبار ذاك اللي يعنينا كاملين ويعني ذا البلد اللي هو جميل. أنتم مطالبون قليلا لدى العديد من المراقبين السياسيين بضرورة النزول إلى أرضية الواقع شيئا ما والتعامل مع المعطيات التي تمليها الظروف الحالية. الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور الملاوي محمد رقضب افتتح المؤتمر الصحفي الذي عقده بالحديث على أن النظام غير مرغم على تنظيم ليس مرغما على تنظيم حوار لأنه لديه أغلبية كما قال مريحة يعيش حاليا في ظروف سياسية منضبطة وليست هناك أزمة سياسية تخيفه وأيضا فضلا عن ذلك البلد بخير كما قال الدكتور مولاي محمد رقضب. أنتم يعني كيف لا تعتبرون أنفسكم بأنكم تجافون الواقع قليلا حينما تتحدثون بهذا التصعيد وبهذه اللغة التصعيدية؟ هذا التصريح هو إقالة شعب الموريتاني. كيف؟ معروف اليوم أن البلد ما هو حالة طبيعية ومعروف اليوم أن الهشاشة هي تطبع الواقع المشهد العام ومعروف اليوم أن البطالة في ذا البلد لاحقة فيه ما هي لاحقة فيه بلد في الكرة الأرضية ومعروف اليوم أن وضعية المواطن للجانب الصحي والجانب التعليم وجوانب كل الجوانب معروف عن الوضع متدهور بشكل ما نتائج الباك فضيحة وحشومة تعليم فاسد كل شيء هون فاسد. منين اللي قد ذا اللي يتبجح به النظام ما قد ينعتو من خلال مهرن هذه المظاهر اللي يا الله يقود حد قد يتبجح بيها. ومنين اللي قد الأزمة بالقة البالقة به الأزمة مرن سياسية لاحقة لاحقة والاقتصادية الأزمة السياسية تتجلى في ماذا عندكم؟ تتجلى شنو مظاهرها؟ تتجلى أولا في الانتخابات الماضية ما كانت انتخابات نزيهة وكانت مرن عدلت في ظروف حتى ذوك اللي مشاو معاها
وذوك اللي كانوا فائلين وضالئين وانفسهم على صباعهم وتويلوا منها وتويلوا من نتائجها. وبالتالي احنا اللي ندوروا ان يعني يعود في مسار ومسار نظيف ويعود قاعد يضمن الحق التناوب السلمي به اللي هذه هي السيمة الأساسية في مسار ديمقراطي ويعود قواعد ذكية واضحة وفما اللجنة الوطنية للانتخابات مستقلة للانتخابات تشاورية مهرنا الصيفة اللي الله تبتنى ليها والله ما اللي تقود فهم حكومة ولا عندها ذيك الحكومة اللي نسيروا احنا والنظام يغير تقود حكومة انتقالية فترة انتقالية تشرف الانتخابات وطبعا مستقلة ما هي حكومة عبد العزيز وتقود اللي هي تجري الانتخابات تحت مظلتها صفة شفافة. إذا أن نرجع نقول لأن الوضع بشكل عام متدهور ونقول لأن ما خالق اليوم عن كل مهرنا اللي نقدر نصوره من جهات اللي تسيء والله عندها خطورة للبلد لها خلايا نائمة في البلد اليوم. وهذا النظام كيفاش ما حاسب له حسابه كيفاش واي وقت كيفاش هذا يتدهور كيفاش هذه الجهات اللي تسيء البلد. نقولوا ان الجهاديين هون خلاياهم ونقولوا على ان ما خالق اليوم اي روايه ما هون لها خلايا نائمه. هذه التصريحات اطلقها الرئيس علي الرئيس الاسبق علي محمد فال في مقابلة معه وقال بأن موريتانيا فيها خلايا نائمة لداعش وغير ذلك. لكن مثل هذه التصريحات أنتم كمعارضة مسؤولون أمام الشارع الموريتاني بضرورة التأكيد عليها وبضرورة تقديم أدلة على وجودها. نحن لا يجب أن تطرح هكذا العواهن. نحن مسؤولين لأن نبه الشعب الموريتاني لأن هناك حكومة عاجزة عن تضمن الأمن موريتانيا تعيش حالة أمنية وآجزة لأنها تقبل احتياطيات من أجل الوقاية من 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 هذا اللي سيد الرئيس من باب الموضوعية المرحلة الأمنية التي كانت فيها موريتانيا والمرحلة الأمنية الحالية التي توجد فيها ألا تلاحظون من باب الموضوعية أنه في تحسن من الناحية الأمنية المقاربة الأمنية الموريتانية ألم تشكل نجاحا في المنطقة حتى في المستوى الإقليمي؟ شوف خالك شيء يلا أود واضح مالي اشتعلت فيها الحرب استطعنا حماية الحدود مالي اشتعلت فيها الحرب هناك مرن أسباب وسات أن تشتعل فيها الحرب ما معناها أن ما هناك أسباب يغير ما هناك مرن فالأطراف مرن عبروا عن إرادتهم بأنهم يستهدفوا مرن كيان الدولة الموريتانية في عمقه والله في حدته والله في هذا هذا هو اللي خلاياه هو النائمة الوقت اللي أت الإرادة حاصلة الفعل قاعدين يعدلوا حين قاوا وذيك ساعة هو اللي له يقود رهان مرن نتكلموا عنه يا كان النظام في مقدوره أنه يسيطر والله ملي ما في مقدوره يسيطر يعني ما دامت هي نائمة وما دام الحال هاني وهذا ما نقدو نقولوا هناك مرن سيطرة هناك جوانب فعلية حاصلة هو أن هناك جيش نفتخر بوجود جيش وطني هذا الجيش نختاره هو جيش جمهوري جيش جمهوري عنده مهمته نبيلة وعنده رسائله نبيلة غير ما يقود اللي هو أداة عند شخص يستخدموا في الانتخابات ويستخدموا في النفوذ المستوى الجهوي والمستوى القبلي لأقراض مرن هيمنة أو أقراض مرن إهانة البعض والله يود مولي جيش الحق مبني مولي على نظرة مرن ضيقة فيها إقصاء لبعض من مكونات المجتمع إذن أن نحن نحلمه بجيش وطني قوي وبهيبته ويعطي هيبة للدولة الموريتانية وذا اللي حاصل منه طبعا مفخرنا غير مولي بالنسبة لنا انتم ولا نختشى والله خايفين
من المجهول، والمجهول نحس به ونشعر انه ما هو بعيد. وبالتالي لقاء كامل اهم انه اللي قال له مثلا الاحترازيه. الاحترازيه اهمها هو لكن اللي نتوافقوا احنا ليه ونمشوا كاملين في مسار واحد، نعودوا قدينا نعدلوا مثلا حصانه الدوله والمجتمع من ذاك اللي نقدروا نعودوا خافوا منه اليوم كامل، ونعرفوا على نموذجته قويه نتحرك الدول اللي قوى منا والدول اللي سبقتنا في الوجود، وهذا ما قد تصمد في ظل ذيك الموجات. احنا مهم عن على الاقل تعود هناك وحده، ووحده كيان، وحده وطنيه وتفاهم. هذا الى خلق قد ينفعنا كاملين في ان ذاك اللي ما هو ماشي في مصلحه البلد ما يجبر بعد تربة تصلح له في المجتمع الموريتاني ولا في أي فئة من فئاته ولا أي مجموعة من مجموعاته، وهذا لأنه جانب أساسي من إنه هملوه معناها أن جميل. تحدثتم تحديدا عن الرهان الأمني بالنسبة للنظام الحالي، ونحن كنا أمام فعلا تحدي أمني قوي أيام القمة العربية، واستطعنا بطبيعة الحال تجاوز هذا التحدي من خلال ضبط الأمن، ومن خلال أيضا تأمين الوفود التي جاءت من مختلف أقطار الوطن العربي المشاركة في القمة العربية. مع ذلك لم نرى بيان من المعارضة يشيد بأداء الجيش وبأداء الوحدات الأمنية الأخرى في هذا الاتجاه. لماذا تقاعستم عن تذمين أداء الوحدات الأمنية وهي بطبيعة الحال ليست متسيسة وليست تابعة للنظام؟ هي مشكورة في مهامها مهامها التقليدية ومهامها اللي هي مهامها. هنا ما كانت هناك إصابات مثلا مطلوب مواجهتها، والله ما كانت هناك أوضاع مثلا أمنية مثلا خاصة تتطلب مثلا خروج الجيش ولا خروج قوى الأمن من أجل شفنا هو لأن كان هناك شيء من الناس له مرة قد دشرة ما مرقوف أنه تم مشوف ومرق بقوة وحصل في هذاك اللي حصل بين رجال الأمن مع ذوك المواطنين اللي انزرقوا خارج مهرن العاصمة أيام القمة. والله شنو مولية في الحق. لك شنو علاقته بالقمة؟ شنو علاقته بالقمة؟ أن هناك إرادة ربما من النظام لأن مهرن بعض من الأوجه الأساس مولي تمييزي يشكل مهرن والله شين مظهره في أنه ينشاف به اللي ذيك الناس زرقت زرقة ما هي مضبوطة ومشات مشية ما هي مضبوطة وجاتها قوة كبيرة قهرتها على دقدق برقتها وتمشي ما معروف منين وعده. قال عنها مطي لها تراب وتراب ما كانت مطيه لها، زقت ترابات مدخرة وليه تدايق بيناتها، وهذه مسائل حصلت. إذا أن مرقب ما كانت هناك مشاكل أمنية طرحة رأسها. إحنا الحمد لله دولة مستقرة إلى حد الساعة ونختاروها أنتم دولة مستقرة. الوفود اللي جاوا إحنا طبعا نعتبروهم وفود للشعب الموريتاني ككل ومرحبين بهم كاملين لأنهم خطار على الدولة الموريتانية ومجتمع الموريتاني وأفراد كل أفراد البلد. ولا نختاروا طبعا يكون مهرن إقامتهم تعود إقامة مهرن سعيدة وهنيئة ولا عندهم ذاك اللي في 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 العالم الآخر في الدول الأخرى. يعني عندما تعقد القمة العربية في إحدى الدول نشاهد الأطياف السياسية المعارضة داخل هذه الدول يعني تقوم بالدور المنوط بها، خاصة في استقبال ضيوف البلد وحتى في استضافتهم والالتقاء بهم على حدة لمناقشة القضايا العربية والإقليمية الكبيرة. المعارضة غابت كل الغياب أيام القمة العربية، لماذا؟ ما هو تبرير هذا الغياب؟ نخلق هون سلطة حتى ما فيها سلطة حزب استقبل حد من الضيوف، سلطة قريبة المعارضة
كذلك للسلطة أتقع حزاب المؤارضة مرل عندها معها ذاك اللي عندها معها هناك مؤسسة ديمقراطية كان ينبغي للأقل أنهم يطرحوا إليها أنهم داعينها ما دعوها مؤسسة المعارضة الديمقراطية مؤسسة المعارضة الديمقراطية ما دعوها إذا أن دولة اللي تمت صرناها في ذاك ذيك الزاوية الضيقة اللي صرناها فيها وتمت فيها عندها موقف من المعارضة الراديكالية وعندها موقف من ذاك كامل اللي ما هو منسجم في سياقها وفي مثلا مسارها وهذا عدلته يا غير قاع نشوفوا ملي الحق لأن السلطة ارتكبت أخطاء كبيرة في هذا القمة به اللي احنا ما نقدو نقودوا مرنا دولة عندنا ميزتنا وعندنا خصوصيتنا وعندنا موقعنا الجغرافي اللي نعتبره استراتيجي وتقود القمة اللي تقود سبب أن نحاولوا نخفوا من بعض من حقائقنا والله أن نعدلوا الدولة اللي متعددة الأراق ومتعددة هذا أنها مجموعة واحدة وهي الخالقة هذا المظهر وحاول أنه ينصنع فذاك الحضور اللي حضروا في قاعة الاجتماعات ما حضر ما هو حد مطلوس لونه والجيش اللي جاي عدل هذا نفس الشيء تقع على أساس اللون هذا ما يلا يقود مظهر مرن ينصنع من أجل أي هدف سوى نبتو به اللي احنا يلا نقدر نستخرو بذاك اللي طانا مولانا والله وصفينا مولانا به اللي احنا دولة عربية غير مولي إفريقية وزوجية وعندنا هاي الصفة يلا ما نقدو من خجولين منها بهذا واقعنا وعندنا مصالح في إفريقيا وعندنا مصالح في الدول العربية ومنين نقدو هذا ما أنا قاعدين نلعبوه والله للأقل نقبلوا واقعنا معناها أن ذا اللي يسير شؤون البلد ما مؤهل لأنه يسير شؤون البلد باللي موريتان حد اللي يسيرها يا الله يقبلها كاملة يقبلها في طوائفها يقبلها في مجموعاتها يقبلها في مكوناتها يقبلها في خصوصياتها الثقافية والحضارية باللي هذا هو اللي يا الله يقود به اللي الدستور أي رئيس جاء يا الله يقود عنده التزام بأنه يعمل للدفاع عن مصالح البلد اللي هو عن كيانه مصالح وكيانه هو ارتباطات جميع مكونات المجتمع فذا اللي قالوا كيان الدولة والمجتمع منين يقود هذا أجز عنه ومنين يقود هذا ما هو قاعد يعدله معناها أنه ما هو مؤهل لذا أنه يسير شؤون الدولة ولا عبد العزيز ظهر أنه ما هو مؤهل لذا وظهر أنه ملي ركب مطية القوميين ومشاو به ذاك المشي وذاك طبعا عنه مطيتهم ما هي مساعدبة وعقوبتهم اللي هي شطوه بليد بإيد وحنا اليوم القوميين حتى به اللي ذا اللي متباركين مع عدلوا به لا هو العدلوا به ولا الضايع ذاك اللي عدل الزنوج ما كان ينبغي أنه يخلق مواطنين موريتانيين يعدل بهم ذاك اللي يعدل قدينا نأخذوه بدون جروح مرن في جروح طبعا وما زالت مرن مفتوحة يا غير بعد دون تفكك مرن الدولة اللي كان قد يبوس لها ودون أن يعود فيه طرف يرفض السلاح ضد الآخر كان قد يحصل به اللي موجب فيه يحصل كون أن ما نقضوا دروس من الماضي وانتموا نزجوا بأي نظام جاء في اتجاه مرنة النظرة ضيقة هذا خطير واخطر من سلفيين واخطر من الداعشيين واخطر من كل شيء به اللي هذا يجر أن نصطدمه
والاصطدام هو خاص اللي حصل. احنا نختاروا ذاك اللي يجمعنا، نختاروا ذاك اللي نتفاهموا فيه، سواء كم قدو سواء التنازل اللي حاصل هون وحاصل هون، نؤدوا كلنا يعترف بالآخر ويعترف بحقوقه ويعترف بوجوده وأنه جزء من كل. هذا منين ما نؤدوا قابلينه، معناها أن هناك مسببات مرن الشحنة، وهناك لا يؤد الاستفزاز ولا يؤد به اللي زنوج. العدو زنوج عندهم الحق يؤدوا آخرين في العدو قمة، هذا جاي للدولة، ما هو جاي للفرد ولا جاي للمجموعة. دولة هذه هي صفتها، ما ينخفى وحدين ويندار بينهم ريدوهم على هذا، وكأن رواية تعني مادة أخرى. هذا احنا ما نختيروه، ما نختيروه النظام حاكم يؤدي يتميز بالعنصرية والتمييز، ولا نختيروه لدولتنا تؤد اللي في هذا اللي جرى الفتنة به اللي هذا له يؤدوا وكيفة الحراطي حراطين وعدل لهم وعدل للزنوج. وهذا معناه أن هناك مشاكل، هاي المشاكل لا يجب تعالج إلا في معالجة ملفات الوحدة الوطنية. جميل. إذن أنتم بطبيعة الحال لديكم مآخذ على النظام الحالي الحاكم في موريتانيا، لكن هذه المآخذ طلب منكم أن تطرحوها على الطاولة، طلب منكم أن تجلسوا لنقاشها، وقيل لكم بأن الحضن مفتوح للحديث فيها وبأنه ليست هناك أي خطوط حمراء في الحوار الوطني. هل رفضت لكم المطالب التي تقدمتم بها في الممهدات؟ هل رفض النظام التعاطي مع هذه النقاط مثلا؟ نعم. ما الأسباب التي دعتكم إلى المقاطعة؟ نظام رفض. احنا احنا فاتحين بابنا للحوار ومستعدين للحوار في اي وقت، جاهزين له. غير قلنا هناك مرن منهجيه، وهذه المنهجيه قلنا نختاروا مرن نجبروا لها ثقه نقدوا مرن احنا والنظام نتفاهموا فيها، والثقه اللي نطلبه هي ذيك اللي فيها ضمانات او تطمئنات الطمأن اذا طرف لان هناك جديد في مرن النزاهة في التعامل مع أو تعاطي مع مرن طرف المعارضة، وجديد في الإرادة، أن هناك ضرورة بأن يخلق حوار، حوار نظيف، حوار جدي، حوار شفاف، وعود هناك مرن رؤى أو رؤية مشوف من خلالها لأن موريتان حاجة للفاعلين هيجابروا في حوار جدي. وهذا اللي هو احنا طرحنا طرح مرن واضح، والعادة الطرف الاخر يدورنا نتنازلوا عن شيء مرن يطلبوا، قلنا انه ذا اللي يدور يكتبوا يدور عن هذه النقطة، وهذه النقطة مرن ننزقوها من ذي العريضة، يكتب ذاك اللي يدور نكتبنا ذا اللي ندوره، وكتبنا ملاحظاتنا على الوثيقة الأولى اللي مرنا جابرنا حولها، وأنا كنت من الأشخاص اللي جابروا في ذاك الحوار الأول حصل، واللي مات مهدو ما قد يمشي به اللي ما كانت وراه إرادة من النظام، وكان النظام هو سبب ذاك. وقبل قضية الكتابة ذريعة إياك ما تتواصل المفاوضات، وتم قابلها كذريعة إياك ما تستأنف المفاوضات، وبالتالي الكرة في مرماه. إحنا اللي ندوره أنه يمشي مشي مسجم يدور يجبرنا قدامه، يا غير مولي من نقود محاولات وسائل الضغط وسائل مهرن تلاعب. هذا مولي في الحقه الطبقة السياسية الموريتانية والاجتماعية أيضا مرن بارقة مستوى نضج اللي ما يأثر فيها ولا يغير مواقفه ولا يجيب جديد أيضا في المسرح السياسي. كانوا بعض مجموعات من الكبة وشي من الرواقيجة عنده شي من الشعارات عنه حزاب والله عنه منظمات وتليت، لا هذا قال لي عنه عدل منه العدل، هذا نتيجته ما قد قدمه. جميل.
سنتحدث عن الطيف السياسي المعارض تحديدا، مدى قدرة الطيف السياسي المعارض على مواجهة النظام الحالي ونجاح في هذا التحدي تحديدا. الآن ينظر العديد من المراقبين السياسيين إلى الطيف السياسي المعارض بأنه غير مؤهل لمواجهة النظام، وأول الأسباب لذلك هي عدم تماسك هذا الطيف السياسي المعارض ووجود خلافات قوية داخل أروقة المعارضة الموريتانية. مثلا أيام كان المنتدى يضم تكتل القوى الديمقراطية وحزب إناد، يعني حينما قدم الطلب من قبل النظام للدخول في حوار وطني حدثت خلافات أدت إلى خروج تكتل القوى الديمقراطية وإناد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وذهاب جل الأحزاب إلى مشاورات أولية مع النظام حينها ومع الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية من أجل الذهاب إلى الحوار الوطني. مع ذلك لم تنتهي هذه المشاورات لا بدخولكم في الحوار الوطني، ولم تعودوا أيضا إلى أصدقائكم الذين خلفوا عنكم مثل حزب تكتل القوى الديمقراطية وإناد. هذه النظرة، ألا تحسون الآن أنكم تندمون شيئا ما على عدم اتباع تكتليين في طرحهم؟ لا لا، شوف هذا ملي ما فيه اللي ينقال ما صحيح. احنا نتكلم عن المعارضة بشكل مهرن عام. فيه تكتل وفيه احزاب المضوية تحت لواء المنتدى وفيه احزاب اخرى. اليوم احنا كاملين تحت مهرن مظلة اللي قالوا المعارضة الراديكالية. ذيك الساعة ولا دريك ما تحاور حد مع النظام من ذي المعارضة ومواقفها ما تقجرت، وغير ظهر شيء وكان مظهر مهرن صحي هو لأن المنتدى أظهر أنه قوة سياسية كبيرة واجتماعية أيضا من خلال مسيرة تالية يعدل هون في ناكسوط، واللي حشد لها ذاك اللي أجهز النظام أن يحشد، وحشد لها ذاك اللي ما قدوا لعبد العزيز يحشد في النعمة اللي روم شب موريتان كامل وشاطها لها، وظهر أيضا لأنه قاعدين نحركوا الشارع وقاعدين حتى نعدلوا أبعد من ذاك. يا غير احنا كمعارضة ما عندنا نوايا في الحقيقة أن نخلق البلد ذاك اللي أثر على استقراره وعلى كينونته. نظام شفنا هذه الإرادة ما هي عنده. يا غير هاي موريتان، احنا موريتانيين وغالية علينا والنظام نعرف عنه يوم ما يزول لا بذي والله بذيك. تكتل شفنا عنه مهرجان العدل كان مهرجان حاشد ومهرجان مهرن يبرهن عنه حزب قوي. هذا كامل يواسي النظام انه رؤيته ما هي صحيحه، لان المعارضه طيفه ولان الشعب ما هو مصنت لها، ولانها ما خطابها ما هو مؤثر في الشارع. هذا ظهر ان خطاب المعارضه مصنت له، ولان الفرد الموريتاني متاثر سلبا بسياسه النظام القائم، ولانه يبحث عن البدائل، ولانه يبحث عن مخرج للوضعيه اللي هو ايش. وبالتالي نعتبره اليوم ان اللي ضعيف هو النظام به اللي شفناه متفكك. وانتم بماذا تفسرون الوضعيه الحاليه للمعارضة الموريتانية؟ منتدى الوطني للديمقراطية والوحدة حاليا بدون التكتل وبدون حزب إناد، بماذا تفسرون هذه الوضعية تحديدا؟ ليست دليلا على وجود خلافات داخل المعارضة؟ شوف خلافات إذا ما ينقال له خلافات داخل المعارضة، إذا ينقال عنه مرن هي معارضة يوك موقفهم اليوم من النظام هم قوة سياسية راديكالية ومعارضين، المنتدى نفس الشيء ومواقفه مازالت هي مواقفه. فهم خلافات حول الاستراتيجية والله الأساليب
اللي مرن البعض يشوف بطريقه والبعض يشوفها بطريقه اخرى. هذه الاساليب ما فيها شيء يلحق لجوهر في هذا، وبالتالي هما ربما يجي يوما ما ينسقوا ذاك العمل الاستراتيجي شايفين عنه ضرورة في أنهم يواجهوا به النظام اللي هو، واليوم كلها عنده طبعا طريقته عبر بها في نفس الشيء. لذلك كنت نقول قبيل هو لأن النظام اليوم ظهر في ضعفه به اللي حد شاف مجلس الشيوخ الموالين منه للنظام يرفضوا مهرن للسياق لسياسة النظام، وشوف نواب النظام أيضا عندهم مهرن تحفظ من سياسات النظام وشخصيات معتبرة في هذا، ويشوف رجال الأعمال عندهم عادوا تخوش وعندهم تحفظ. إذا أن هذا يهز أركان النظام، وهذا اليوم طبعا عنه حاصل خالق ياسر حاصل يشكل حكما ذاك رماد تحت جمر. إذا عن النظام العادة هذا لامو عن راسه احنا راعوا فيه، والشعب هم اللي ما هو دارك عنه، والجيش أيضا وضعيته اللي هو فيها يقدر أدمو اللي ما هو راضي. جميل. الشعب الموريتاني. سنتحول الآن إلى فقرة تفاعل ضمن حلقة الليلة من برنامج الرأي العام، وهي الفقرة التي دائما ما نفتح من خلالها الباب على مصراعيه لطبعا المشاركة بالآراء وبأيضا التساؤلات الموجهة إلى ضيوف برنامج الرأي العام. إذا سنفتح الآن فقرة تفاعل وسنتعرف على بعض التعليقات وبعض الأسئلة الموجهة إليكم أستاذ ساموري من ضمن طبعا زملاء إعلاميين وأيضا شخصيات سياسية ضمن هذه الفقرة. نبدأ في العنصر الأول. سؤالي الأول لضيفكم الكريم هو أن الكثيرين اعتبروا أن المؤتمر الصحفي للوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كان بمثابة الرد المنطوق أو الرد الشفهي على ممهدات المنتدى، هل سيقبل المنتدى بهذا الرد الشفهي أم أنه ما زال مصرا على الرد الكتابي؟ السؤال الثاني هو أن المؤتمر الصحفي تضمن الكثير من النقاط الإيجابية خاصة فيما يتعلق باستعداد النظام لتقديم تنازلات للمعارضة، سواء تعلق الأمر باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أو المجلس الدستوري أو غيرها، إضافة إلى أن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية تحدث ضمنيا عن عدم وجود أي نية لتعديل الدستور فيما يتعلق بالمأموريات الرئاسية. ألا ترون في ظل كل هذه النقاط الإيجابية أن الفرصة أصبحت مواتية للحوار، وأن هذه الفرصة تعتبر فرصة ذهبية يجب عدم إضاعتها؟ شكرا لكم. إذن نشكر طبعا أستاذ بشير عبد الرزاق وهو كاتب صحفي من خلال مشاركته وتفاعله معنا في برنامج الرأي العام، وتحديدا مع ضيفنا الأستاذ ساموري والبي نائب رئيس منتدى المعارضة الموريتانية رئيس المجلس الوطني لحزب المستقبل. إذن استمعتم إلى المداخلة قبل قليل من طرف الكاتب الصحفي الأستاذ بشير عبد الرزاق، والأسئلة الموجهة إليكم تحديدا السؤال الأول المتعلق بما إذا كنتم مصرين على الرد المكتوب بعد تصريحات الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية. طبعا في المنتدى مصر على الرد المكتوب، وفي غياب الرد المكتوب يتم الله فهم شيء مخيوف منه. ذا اللي خايف النظام منه شنو؟ أنه ما يرد مكتوب.
هو رجاج ماشي وعد رواية وليك بعض فيها التزام، وهذا الالتزام ما هو قابل عنه يؤد بثره، ولا هو قابل عنه يدون، ولا هو قابل عنه يقد ينشاف، هذا ما يقد يعطي في الحقيقة اطمئنان لطرف آخر متخوش بفايتات قاعدوا حصلوا على هذا النظام في ذا اللي قالوا الحوارات اللي فات منه محصل. إذا عن الدكتور ملاوي محمد الأغلاف ما قدم جديد، وذا اللي أدى ما قد يؤدي الجواب، والعادة اللي جواب قطر عنه ما طرى جديد، والمنتدى متحفظ بمواقفه اللي طالب بأن يكون هناك مرن جواب مكتوب. يا كان مرن ذيك مرن المواقف اللي تم اتخاذها، سواء التصريح اللي يتكلموا هما عنه عن تصريح عبد العزيز بأنه ما هو مترشح لمأمورية إضافية أو مسائل أخرى، إحنا ذاك فيه تصاريح حصلوا من قادة في المعارضة وقالوا عنهم سجلوا تصاريح إيجابية، إلا أن هذا ما هو وحده اللي كان مطروح، ولا هو وحده كافي لأنه يطمئن المعارضة، ولا أنه يخلق مرن العنصر المطلوب واللي قد يحل محل مرن الممهدات اللي كانت مطروحة. ديك الممهدات قد يعود فم مرن صفة تراجع بها يا غير بعد فم منها عناصر ليتم لها مرن مطروحة منين يخلق فيها تشاور، وذا التشاور اللي حصل منه الأيام ما هو تشاور ملي بالحق، مرن عنده طابع مرن رسمي أشخاص تارة رئيس أو نائبه جابروا معه هو وتبادلوا بعض من الأفكار، وهذه الأفكار ما كانت لقاءات رسمية، ما كانت رسمية وكانت أكثر هي تبادل الأفكار بين أفراد أو أشخاص من هي الحقة بين أطراف. نظام ما قبل أنه يخطو خطوة قاعدة تقدمنا شعر ذيك الأرضية اللي الحقة أن قدون يجبروا فيها ما يقدمنا نحو طاولة المفاوضات، وبالتالي تمت الكرة له مرماه وما زالت في مرماه. إذا عن اليوم هذا التصريح واضح فيه لأن النظام هامه عدد مهران إخراجات هو بحسب مهران مقاسه، وهذا احنا ما يفاجئنا وننتظره للوياسر من جميل. الزمن. بخصوص النقطة الأخرى التي تحدث عنها الأستاذ بشير هي ما تتعلق أساسا بنقطة التنازلات، قال بأن النظام قدم عديد التنازلات وأعطى أمثلة على ذلك من اللجنة المستقلة للانتخابات إلى غير ذلك من التنازلات التي كانت من مخرجات حوار 2011، وهي في سبيل أيضا تقديم ضمانات لشفافية العملية السياسية داخل البلد. تساءل لماذا لا تغتنمون الفرصة وتشاركون في حوار في ظل هذه التنازلات التي قدمت، ولماذا أنتم أيضا لا تقدمون التنازلات؟ شوف نحن ما لنا شيء من الحوت، والنظام هم اللي ما هو حوات قبال اللي ودي يصطاد مرن حوت الشكل. هذا اللي شوط ما يجرنا. اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات سابق ينقال ليه يشدوا فيها الأخبار ليه يلا تقود من ضمن مرن المسائل اللي ليه تدخل في نطاق مرن الحوار أو التحاور، لا يؤدفهم قواعدها، لا يؤدفهم نظامها، لا يؤدفهم تواجد فيها الأطراف. إما باللي شد الأخبار ما فات حصل، كان يتقول حكومة مستقلة هي اللي تشرف الانتخابات، والله كان يتقول لجنة وطنية مستقلة هي اللي تقود مرنة توافقية تخلق تحت مرنة لواءها هذا. إذن هذه أمور اللي هي ما قد حد يقول أعطيتكم البنشج الدستوري، وذي الأمور اللي هي كاملة هذا نقاشه يلا يعود على طاولة المفاوضات.
ما يقعد وحدين يقعدوا هك ويقولوا طيناه هو منهم التوطو. احنا اطراف ويلا نتحاوروا ويلا نتوافقوا ويلا نمشوا على ذاك اللي توافقنا فيه من نعود نعملوا على تجسيده وتطبيقه. اذا انا منين يعود فيها طرف يعتبر نفسه انه هو يعطي ويحكم معناها ان مهرن اللعبه خسرت من نصلها. وهذا بالنسبه لنا النظام ما قد ينجح في انه يعدل خرجه ولا واحده ناجحه يقد في الحقه يطرح بها طرح قاعدين شايف منه مرن ايجابي بصيص امل ان مدد قد مرن تعدد زاد هي تنازل او خطوه اياك مدد تتقدم فيها الشهر مرن. جميل آخر. جميل. نواصل مع فقرة تفاعل ومع العنصر الثاني ومشاركة الثانية معنا في هذه الفقرة من حلقة الليلة من برنامج الرأي العام. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم ولضيفكم الكريم الأستاذ سامري البي. أعتقد أن الأستاذ سامري نموذج واضح في الخلط بين العمل السياسي والعمل النقابي، والذي في المحصلة عصف بعمل المنتدى وأدى إلى أن يكون المنتدى بدل من يكون تكتل لمجموعة من السياسيين تقدم رؤية وتساهم في الحوار وتنضج الساحة السياسية وتطور من الأداء السياسي الفاعلين المختلفين، كان عقبة كأداء نتيجة لأنه أصبح كشكول يضم مجموعة من الأحزاب والهيئات النقابية ومنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة. لذلك أصبح هذا المنتدى يجسد الآية الكريمة وكل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وكان كل الفريق السياسي يقف عقبة أمام الفريق النقابي، والفريق النقابي يقف عقبة أمام فريق منظمات المجتمع المدني الأخرى، والفريق منظمات المجتمع المدني يقف عقبة أمام الشخصيات المستقلة. لذلك أصبح المنتدى بشكله الحالي عقبة كأداء في وجه الحوار. وأعتقد أنه من أجل نجاح الحوار في موريتانيا يجب أن يتمحض الحوار سياسيا، بمعنى أن يكون الحوار بين الهيئات السياسية صرفا حوار سياسي، وأن تقام الحوارات بقية الحوارات الأخرى الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين، وأن تقام الحوارات الأخرى في كل هيئات مهنية أو هيئات تجمع مجموعة متجانسة من المنظمات أو من الهيئات أو من الأشخاص أن تتحاور فيما بينها. أما أن نتحاور في المجال السياسي جميعنا بهذه الطريقة فهذا يشكل عائق حقيقي وعقبة كأداء أمام الحوار السياسي. ويبدو أن بعض الأحزاب في المنتدى بدأت تفهم الموضوع وأخذت مسافة من بقية النقابات. بخصوص ضيفكم الكريم الأستاذ ساموري، أعتقد أنه خلط عملا نقابيا وآخر سياسيا، و هذا الحقيقة اللاذ اللي يقول مثل حساني هذا خلاط كله فرس. يا الله يتمحض الواحد منهم يعرف عنه خير فيه، خير في موريتانيا وخير في الساموري وخير في الساحة النقابية، عود زعيم نقابي من عود زعيم نقابي السياسي. وفي العالم كامل ما تجبروا مد تقدر تجمع من بين ميدانين ما هو موريتانيا وحدها، لأن واحد منهم ما هم في الشيء هم عود. قالوا البريطانيين صاحب صناعة السبع لا يوجد أي صناعة، كان الإجدار به والأولى به لأنه يتخصص في العمل النقابي، والله ما اليوم من يتخصص في العمل السياسي لأنه لا يعود أكثر مردودية. ونحن نتحاور مع السامري كسياسي ونفهم منه، لأنه نجمل للسامري كنقابي نفهم منه ونرجع عمل للسامري كفاعل في المنظمات مستعمل مدن أخرى، نمشي عمل لنتمنى أن يأخذنا كنقابة كشخصية مستقلة. هذا الحقيقة مضني ولا تتوقع من الشيء، وراني ماني بعد ضارب به المثل هون يكون لأنه ضيف، أنا ماني مستهدفه شخص، تقريبا بقية الأحزاب السياسية كاملة اللي متواجدة في المنتدى كل واحد من زعمائها عنده أكثر من كاسكيت يديرها في الوقت المناسب ياكل محاور بها، وهذا في الحقيقة هو اللي جعلنا ما نقدر نتقدمه. لذلك أنا واسع المنتدى بشكله الحالي ما هو صالح للدخول معه في الحوار، لأنه ما هو مجموعة مستجمة ولا يقدم نفس الرؤية ولا يعبر عن نفس الطموحات، لأنهم شتات من مختلف الهيئات. لذلك هو طالب انه الله يحل راسه ويوفى عنه من هذه الدواء اللي واحد فيها كان قد مثلهم. في
إذن شكرا للأستاذ عيسى واليدالي طبعا على هذه المشاركة عبر برنامج الرأي العام خلال فقرة التفاعل. استمعتم إلى تعليق الأستاذ عيسى واليدالي وهو ناشط في الأغلبية بطبيعة الحال، وتحدث عن هذا الخلط بين العمل السياسي والنقابي، وقال بأنكم نموذج على طبعا هذا الخلط الذي اعتبره عقبة في وجه الحوار، خاصة بأن الحوار كما قال يجب أن ينطلق من أولا حوار سياسي بين المكونات السياسية، ثم تخصص بقية الحوارات الأخرى للمجتمع المدني. أولا، ما هو ردكم على هذا التعليق؟ ثانيا، كيف تجدون، يعني لا تعتقدون كما قال بأن العمل السياسي ربما يسرق منكم العمل النقابي وجوهر العمل النقابي تحديدا، وأنتم برزتم في مجال العمل النقابي؟ شكرا. شوف، ما يخص الإشارة عليه عكس هو اللي حاصل. هذه المنظمات اللي موجودة في المنتدى، منظمات نقابية ومنظمات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، هذا مع الأحزاب السياسية يعطي صورة أن القوى السياسية والقوى الاجتماعية والمجتمع المدني اللي موجود منه فيه مخ، أنه متواجد في إطار واحد وعنده تصور واحد وعنده غير لبريتا ويشكل بالحق مرن طرف. احنا في المنتدى بنينا مرن تصور لمشروع وطني متكامل، فيه جوانبه السياسية وفيه جوانبه الاجتماعية وفيه جوانبه مرن المدنية، والله حقوق الإنسان، والله لقيت الوحدة الوطنية. وهذه القضايا بالنسبة لنا قضايا كلها جوهرية، وهذه القضايا كلها المنتدى قابلها في مشروعه وقابلها في برنامجه. وبالنسبة لنا أي حوار ما هو قابل القضايا الوطنية ولا هو قابل القضايا الحقوقية والقضايا اللي مطروحة لجميع الموريتانيين، ما يقدر يقول ذاك الحوار الحقه اللي معبر والله واللي مرن ينتظر الموريتانيين. إذا في هذا السياق هو اللي نعتبره أن المنتدى تشكيل توذي أنه هو الإطار الأمثل المعبر عن جميع الموريتانيين وقابل اهتمامات كل الموريتانيين. الجانب الآخر اللي طرق له هو ما يخص عمل النقابي وعمل هذا، هو يعرف عندي انه لا موريتان. والله المثال في موريتان. شوف، جميع الدول اللي بعد نقول وقف شبه المنطقة اللي حصلوا فيها أزمات، نقابات كانت على الخط الأمامي. أزمة غينيا اللي كانت نقابات هم اللي كانوا مزعمينها وكانوا يقودوها. ومنين عدلوا الانتخابات وتم انتخاب رئيس ودورهم فيها دور أمامي ودور قوي. تونس اللي هو يعرف دور شاهد، لولا دور النقابات لما كانت تونس تخرج من أزمتها. في المغرب دور النقابات هو لم يقلل من دور النقابات، لكن لا، هم دور النقابات تحول النقابي الى سياسي، هذا في حد ذاته عقبه. هون انا تكلمت عن الامثله اللي النقابات دخلوا مع السياسه ودخلوا في السياسه. هذا الامثله، النقابات اللي دخلوا في السياسه ودخلوا مع السياسيين ودخلوا في مسار سياسي. والنيجر عقب الانقلاب النقابات هم اللي ايضا لعبوا الدور الامامي فلملمت القوى السياسيه حولهم ومشاو في اللجنه الوطنيه المستقله للانتخابات كيف تفغينيا وكيف تف في البلدان كلها. في البلدان المشاوره كيف المغرب وكيف الجزائر وبعض هذه الدول
دائما فهم حصه كيف الحصه اللي نعطوهون للنساء للانتخابات في حصه مخصصه للنقابات يدخلوا بها البرلمان به اللي عندهم صوت وعندهم رؤيه وعندهم مشروع لابد من يؤدوا عندهم الفرصه في عبروا عنه به النقابات اللي يفصلهم عن السياسات شن هي او الاحزاب هو عن مشروعهم مشروع واحد معنى زاد عن النقابات يهتموا كل ما تهتم به الأحزاب يكون عنهم هما ما يطمحوا للرئاسة ما يدوروها من خلال مشروعهم يغيرهم يدوروا سكن لا تعتقد السيد الرئيس بين, بين, بين رفع الشعارات النقابية التي يتفق الجميع على عدالتها ويقف وراءها الجميع قد يعني عندما تذهبون مع السياسيين وتنخرطون في العمل السياسي ألا تعتقدون بأن هذا قد يؤدي إلى ذهابكم إلى المقايضات السياسية والتنازل عن بعض هذه الشعارات المهمة والرئيسية من أجل إعادة الحقوق للعمال؟ لكن لا عد مرن حاصل منه سيدار باي احنا مواقفنا كيف وفيها بعض المنظمات اللي عندهم مواقف مبدئي ويعرفوا ذاك اللي يمارسوا النقابات معروف عنها دورها دائما انه دور مرن يعتبر فيه انها تنظيمات مرن تعمل من اجل صيانه المصالح العليا للبلد سواء الجوانب الاجتماعيه والاقتصاديه او مثلا السياسيه والله عن حقوق العمال اولا ويجوك في الصحة ويجوك في البيئة الملائمة ويجوك في جميع السياسات هذا مرتبط باللي قالوا مصلحة العامل أو مطالب العامل ما معناها عن النقابات لا العامل منجز والله خلاصه إذا عن المنظمات النقابية مشروعها هو لأن العامل أو الفرد أولا يالله الفرد يحصل له عمل يالله عمل يعود عمل لائق ويالله يعود له تعليم يحصل له يحصل لأبنائه منين عودوا مثلا كما يقال عنهم اليوم بأنه لا ينقال لهم نحن عندنا أزمة مع النظام نحن عندنا مشاكل مع النظام ضربوا بيد من حديد في السنين ضربوا بيد من حديد في تازيازة شعلوا النار حركوا ما كان ساكنا يتحولوا إلى فوضى يحولوا المؤسسات إلى فوضى منين يعودوا بهذه الطريقة ضيع الحقوق العمالية في بحر من الأهداف السياسية هذه قلطة من يعود البعض يصور لنا المنظمات النقابية أنهم شيء من الناس غير ناضج أو غير مسؤول وأنه قد يعدل هذا والله يؤد مهرن هذا التصور عنده نقابات مدى بعض منهم اللي مهني وهذا مدى متكونة ومدى ناضجة ومدى مسؤولة ومدى عندها رؤى ومدى عندها سياسات وذاك تعدل تدرسه وحريصة على المصالح البلد وحريصة على الأولاد تشوفهم في الشارع يوميا تشوفهم يحرقوا الكراهين وتشوفهم يدقدقوا وتات الناس وتشوفهم يدقدقوا المؤسسات اللي قاعدة لحقوقها حقوقهم اليوم الدولة ما تلات صاينة مصالح حد الدولة اليوم آت الوحلة فيه هو هضم حقوق الأمال لولا هناك مرن نوع من التحريض لما شفت انكاساته في ذي المؤسسات اللي ما هو المدير اليوم ما هو قاعد لحقوق أمواله. جميل. إذا نواصل في فقرة تفاعل ضمن حلقة الليلة من برنامج الرأي العام مع أيضا المشاركة الثالثة في هذه الحلقة نستمع إليها ثم نعود إلى الضيف من أجل الرد عليها. بسم الله الرحمن الرحيم اولا اشكركم في قناة الوطنية واشكرك استاذ الحسن على هذه السانحة
بعد تحيتي المناضل السامي البلوية أود أن أتوجه ببعض التساؤلات. السؤال الأول هو: هل ما يشاع عن وجود خلافات قوية داخل المنتدى أساسها رغبة البعض بعض القادة في إبعاد قطب السياسي الخاص بقطب المنتدى الذي يمثل المجتمع المدني، هل هذا صحيح أم أنه كلام شارع؟ ثانيا، ما هي الاستراتيجية لدى المنتدى في حال قرر مقاطعة الحوار؟ هل لديه ما يمكنه أن يقدمه للرأي العام، تبريرات ونضال وغير ذلك من أجل إثبات الذات على الأقل، لأن البعض يعتبره أصبح من الماضي بل يعيش موتا سريريا كما يقول البعض، أم أن الوضع سيبقى على حاله إعلان إجلاس؟